السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم حوائط من خلال الروم. يعني لو انا عندي رومز اقدر ارسم حوائط عليها. طيب هاجي هنا من فينش وهاجي هنا اقول له روم وابدا ارسم الروم، اول نقطة، ثاني نقطة، ثالث نقطة، رابع نقطة، ولما اخلص اقول له ايه اسكيب. طيب خلينا نرسم واحدة كمان، اول نقطة، ثاني نقطة، ثالث نقطة، رابع نقطة، اسكيب. خلاص هو رسم الروم، ونقدر نحط المعلومات اللي احنا عايزينها، اسم الروم، الفانكشن بتاعتها، الستوري نيم، الاكيوب، التكست، كل المعلومات اللي انت عايز تحطها. طيب هاجي هنا من اليمنت واقول له انا عايز ارسم وول فروم رومز. تمام، ببدا بقى اختار هل انا عايز مثلا حائط واحد بالشكل دوت، ولا لما ادوس حدود الروم يتحط حتتين، ثلاثة أربعة خمسة ستة زي ما انت عايز. وكل واحدة فيهم تقدر تحدد المقاس بتاعها، يعني تقول له مثلا ده انا عايزها 150 مثلا. اوكي، طب الهاتش بتاعها تقدر تختار الهاتش من هنا، هل انت عايز باترن فيها ولا لا، هل عايز فيل ولا لا، الارتفاع بتاعها قد ايه، كل واحد فيهم تقدر تحدد ارتفاع مختلف. اقول له اوكي، وهاجي هنا واروح دايس رايت كليك بالزر الايمن، تمام، جوه الروم بتاعتي. تمام خلاص هو عمل لي الحوائط بالشكل دوت. تعالى نيجي هنا نشوفها في 3 دي، هتلاقي الحوائط اتعملت لي الروم زي ما انت شايف. ولو انت عملت زوم هتلاقي ان هو فعلا عمل لي حتتين مش حته واحده.